السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، برنامج أهل البيت، حلقة جديدة من برنامج أهل البيت، ويا رب بحق جاه النبي تكون حلقة تبسطكم. أول هام أحب أهنئ كل المشاهدين وكل العالم العربي والعالم الإسلامي بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا بحب اعتذر لكل الناس اللي بتتواصل معايا على تليفونات مركز اهل البيت ان انا مش عارف اتواصل معاهم كلهم، وده والله من كثره الاتصالات. واحب اعتذر برضو لكل الناس اللي حاجزين معانا وان احنا مقصرين في مواعيدهم، بس والله احنا شغالين على الحالات وشغالين بكل طاقتنا، وان شاء الله اللي جاي احسن. تاني هام احب اشكر واقدم جزيل الشكر والعرفان لمؤسسه هشام مهدي الحصري للتعليم وتنمية المجتمع المحلي، على وعلى رأسها رجل الأعمال الحاج هشام بك الحصري، تضامن معانا في مبادرة رفع القرب عن الغارمات، وتم توقيع بروتوكول تعاوني لرفع القرب عن الغارمات في مدينة 6 أكتوبر، جعله الله ذخرا له في ميزان حسناته في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم، احنا لسه في ايام مولد سيدنا النبي، وطالما مولد سيدنا النبي موجود يعني احنا في العيد، ويعني انا بحاول ان احنا طالما ربنا ادانا منبر نقدر نتكلم من عليه، فده دوري او دورنا ان احنا نحتفل ونحتفي بسيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. معايا تقرير من كبار قادة اهل الحب، اهل حب بيت سيدنا النبي وآل بيته الطيبين الطاهرين، الناس اللي اجتمعوا على الحب وما بيتفرقوش اللي على الحب، ودايما مذكور في قلوبهم الحب والرحمة. هنروح لتقرير قوي جدا احتفالا، نخش على التقرير وان شاء الله يعجبكم، يا رب يعجبكم ان شاء الله. يا سيدي الفاضل، الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدئ منه ومختتمي. أعزائي مشاهدين برنامج كلمة السر، معانا نقطة من آخر السطر النهاردة في مع كبار قادة أهل الحب. معانا فضيلة الشيخ حنفي شهاب الدين، وفضيلة القارئ الشيخ مصطفى السيسي، وفضيلة الشيخ المداح سيدنا النبي وآل بيت سيدنا النبي الشيخ محمود الحديوي، وفضيلة الشيخ أحمد الأمين. هنكون معاكم النهاردة في ليلة من ليالي الحب، وليلة من ليالي الاحتفال بمولد سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونعطر مسامعنا بصوت القارئ الشيخ مصطفى السيسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة صدق الله العظيم. نشكر فضيلة الشيخ القارئ مصطفى السيسي على هذه التلاوة الرائعة من آيات كتاب الله الحكيم، والآن مع كلمة فضيلة الشيخ حنفي شهاب الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. نرفع أسمى التهنئة والتبريكات للأمة الإسلامية جميعا بمناسبة هذه الذكرى العطرة، ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى التي تتنزل من خلالها تجليات، هذه التجليات تتجلى في أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. استمعنا قبل قليل إلى آيات مباركات من ذكر الحكيم. هذه الآيات تذكرنا بحادثة، هذه الحادثة هي صلح الحديبية، حينما اصطلح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار قريش على ألا يدخل مكة هذا العام ويدخلها في العام المقبل، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن ينحروا، أي ينحروا الهدي،
فجادلوه كثيرا وقالوا، ومنهم عمر الفاروق قال: أولسنا على الحق يا رسول الله؟ وأصر الكثير من صحابة رسول الله على أن يدخلوا مكة ولو عنوة، ولكن أمر الله لرسوله أن يذبح ولا يدخل وأن يتعهد بما تعهد إليه مع أهل مكة، فأمرهم بالذبح فرفضوا، فإذا به يدخل على أم سلمة فيخبرها ويقول لها: يا أم سلمة، عصوني ولم يأتمروا بأمري. انظر إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تعطي النبي القول السديد فتقول له: اخرج إليهم يا نبي الله واذبح واحلق ولا تكلم منهم أحدا. ففعل، فإذا الصحابة يتقاتلون أيهم يذبح أولا. هذه أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. في هذه المناسبة نرى أن للمرأة دور في الإسلام. إذا أردنا أن نحتفل بالمولد النبوي نحتفل بكل الجوانب لا جانب واحدا. من هذا الجانب تكريم المرأة التي هي أمك وخالتك وعمتك وأختك تكريما يليق بها، وأن للمرأة رأيا ربما يكون سديدا تستشار تأخذ به أو لا تأخذ به. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والوقت يطول في نبذات من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير. وأستاذن أخوي أحمد أنور وأقدم المبتهل الشيخ محمود الحديوي لنسمع منه ما يثلج صدورنا ويشرح قلوبنا. تفضل يا مولانا. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي، حب النبي، حب النبي محمد والآل. بحب سيدنا النبي طاب القبول، وتنال ما ترجوه من آمالي. بفرح بمولد سيدنا النبي تعطى القبول، وتناله ما ترجوه من آمالي. والفضل لا يعطى لعلة عامل، نزه إلهك عن سوى ومثالي. الفضل لا يعطى لعلة عامل، نزه إلهك عن سوى ومثالي. والفضل فضل الله، الفضل فضل الله، يعطى منة بالحب في طه العزيز الغالي.
أحسنت يا سيدي الفاضل. والآن مع كلمة الشيخ أحمد الأمين. كل عام والسادة الحضور والسادة المشاهدين بخير، وجميع الأمة الإسلامية بخير وفضل بمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن نتحرى ونتشوق لتلك الأيام المباركة بمولده صلى الله عليه وسلم، وننتظرها يوما بعد يوم ولحظات بعد لحظات. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن في أيامكم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وتلك أفضل الأيام لنتعرض لنفحات مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن أفضل الأيام وأنفعها للأمة الإسلامية بل وللخلق جميعا هو يوم مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا نحن نجتمع ونحتفل بأيامه وأيام مولده المباركة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا تحت محبته وتحت مظلته، وأن يظلنا بظل الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع فينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يتقبل منا الله سبحانه وتعالى ببركة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا تحت مظلته وتحت لواء الحبيب صلى الله عليه وسلم وتحت مظلة رحمته وتحت رضوانه صلى الله عليه وسلم ببركته، ويجمعنا الله سبحانه وتعالى على المحبة والحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفرح في كل عام وكل أيام يجعل مولده وميلاده صلى الله عليه وسلم. وكل عام والسادة المشاهدين والسادة الحضور بخير ورضوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في زمرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل محبته وأهل مودته وأهل مشورته وأهل صحبته صلى الله عليه وسلم. وكل عام وأنتم بخير. استمتعنا بنخبة المشايخ الأفاضل المشهورين في الأرض والمشهورين في السماء، رضي الله عنا وعنهم وأرضانا بهم، وجعل لهم في ميزان حسناتهم ذخرا في الدنيا والآخرة إن شاء الله.